مرحبا يا أصدقاء، كيف حالكم اليوم؟ هل تتذكرون عن ماذا كنا نتكلم في الساعة الأخيرة؟ ماذا نبت على الأرض؟ نعم، لقد أمطرت من السماء، الأزهار والأشجار قد نبتت. حسنا، الآن من جاءك صديقا جديدا اليوم؟ لنبدأ جميعا. الأرض أرادت أن تعطي صديقاً جديداً آخر كهدية للشجرة. الأرض قالت للشجرة: أنا أعلم أنك تكبرين مع الجذور تحت الأرض. أنت تعلمين ما هو جيد تحت الأرض؟ لقد عزمت أصدقاء كثيرون يستطيعون مشاركتك الفرح والسرور، لذا الجميع سيكونون مسرورون فوق وتحت الأرض. الأرض عزمت أصدقاء يدعون النمل الذين يحبون جميع أنحاء الأرض وتحت الأرض أيضا. النمل يكون أصدقاء مع الأشجار على الأرض، والنملة بنت بيتا على شكل قلب تحت الأرض وعاشت بسعادة ومرح. اليوم كانت الأرض تكون صداقات جديدة على الأزهار والأشجار. نعم، إنها نملة صغيرة جدا تعيش في الأرض. دعونا نرسم من الآن. أنا لدي قلم رصاص والممحة وقلم التلوين. أولا سأقوم بطوي الورقة اليوم. أطوي هذه بشكل كاف بحيث يمكنكم ضغط الورقة. نعم، إذا قمتم بطيها هكذا سأقوم بطيها هنا. سأرسمها إلى الأعلى تصاعديا. إذن ما هذا؟ نعم، سوف أفتحها. واو، ما هذا؟ فجأة ظهرت دائرة في القلب. هذا هو منزل النمل. الآن سوف نرسم نملة هنا. هل أستطيع مساعدتها لتصل إلى هذا المنزل؟ هل ترون الخط الذي كان لدي من قبل؟ هذا تحت الأرض، هذه هي الأرض. لذا سوف أرسم نملة. أرسم الوجه مع دائرة و سأرسم الذيل مع دائرة أكبر بقليل. بعدها واحد قصير، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. نعم، لقد رسمت ستة. النمل لديه ستة أرجل. تحبون أن ترسموا قرون استشعار لطيفة وجميلة؟ إنها جميلة جدا. حسنا، الآن يجب النمل أن يذهب للمنزل. تستطيعون أيضا أن تصنعوا طريقتكم الخاصة. سوف أصنع الطريقة من هنا أيضا، فقط إنه ليس مسليا أن يذهب بطريق مستقيمة. لذا مع صنع طريقة متعرجة قليلا لقد صنعت بيت النمل. الآن لنقوم بتلوينه إذ أصبح جاهزا لدينا الآن. أنا أريد أن ألون النملة بالأخضر. هل يوجد أي نمل أخضر في كوريا؟ لا. تستطيعون تلوين الصورة بألوان التي تريدونها. الآن لقد لونت النملة بالأخضر و هل لا يوجد أي وجوه تعبيرية للنمل؟ أكيد، هل تريدون أن ترسموا وجهاً؟ لأنه منظر جانبي، لقد رسمت فقط عيناً واحدة، مثل هكذا. لقد أظهرت قرناً استشعارياً واحد،
وعلمت الجسر، بعدها سوف ألون الأرض. حسنا، أولا مثل ما لونت المرة الأخيرة. حكها بلطف على نطاق واسع ولونوها. نعم، وما هو اللون الذي تريدونه لتلوين الطريق؟ نعم، سوف ألونه بالبني. تستطيعون التلوين باللون المفضل لديكم. لستم بحاجة أن تلونوه كاملا أصدقائي. هل تحبون أن تذهبوا بشكل مستقيم على كامل الطريق لتصلون إلى بيت القلب؟ حسنا، هيا، لقد وصلنا إلى بيت القلب. نعم، لقد انتهينا. كيف كان درسكم اليوم؟ حملا صغيرا جدا وحفرا في الأرض. هل حفر الأرض واضحة علينا؟ هل لا تستطيعون رؤيتها؟ نعم، لا أراها، ولكن كما أنا رسمت شيئا غير مرئي. تستطيعون رسم جميع الصور. أتمنى أنكم استمتعتم بدرسكم اليوم، لذا نحن نتطلع لرؤيتكم في المرة القادمة. أصدقائي، إلى اللقاء. باي باي.